موريس بيتان الذي نستضيفه في هذا اللقاء هو أكثر من محامي للشهيد مهدي بن بركة، هو صديق للعائلة ولكن أيضا صديق للشعب المغربي. هو مناضل أولا قبل أن يكون محاميا في فرنسا كان محاميا في المغرب، وكان محاميا لصالح قضايا الشعب المغربي ولصالح معتقلي الشعب المغربي منذ بداية الاستقلال. عندما تبنى موريس بيتان قضية الشهيد بن بركة لم يتبناها كمحامي يدافع عن مختطف، وإنما تبناها كمعتنق لقضية كبيرة هي قضية الشعب المغربي، وفي القلب منها الشهيد المهدي بن بركة. ولذلك عندما نتتبع ما تتبع موريس بيتان لتفاصيل القضية نشعر بأننا بصدد صديق للشهيد المهدي بن بركة، ولكن أيضا أحد الذين حافظوا على جدوى استمرار القضية مشتعلة، وواحد ممن ضحى بوقته وبالتزاماته وبكل ما يمكن أن يقدمه إنسان من أجل أن تبقى هذه القضية حاضرة في فرنسا لكن أيضا خارج فرنسا وفي المغرب. لقد ضحى موريس بيتان بوضعه المهني هنا في المغرب فقط من أجل قضية الشهيد بن بركة، وضحى بالكثير من أجل استمرارية حضور قضية الشهيد بن بركة، وهو نموذج ورمز لكل أولئك وهم كثيرون الذين استمروا قابضين على هذا الملف رغم أن البعض يعتبره ملفا ساخنا أو يتضمن جمرا، فقد استمروا في الحفاظ على وجود القضية رغم أن أعداء الديمقراطية وأعداء التقدمية بالمغرب وخارجه حاولوا أن يطمسوا هذه القضية بكل الوسائل. والفضل في أن تكون لنا اليوم لجنة وطنية ل2020 سنة الشهيد بن بركة من أجل الحقيقة الذاكرة والفكر يعود لهؤلاء ويعود للمكانة البارزة والكبيرة والراسخة والعميقة والهائلة للشهيد المهدي بن بركة. نساهم بالحضور وبالمتابعة دائما في قضية شغلت الشعب المغربي بمختلف فئاته وشغلت العالم، وخصوص العالم الثالث، لأن المهدي بن بركة ليس هو ابن فقط للشعب المغربي وإنما هو ابن لإفريقيا التي كان طول عمره يفضح الاستعمار المباشر وغير المباشر، زعيم وقائد لآسيا وفاضحا لمستغلها، وبصفة عامة كان قائدا ملهما وزميعا يشغل القلوب والعقول بموافقه الثابتة في مهاجمة الرجعية وأساليبها، في مهاجمة الاستعمار وأساليبه، في مناهضة الظلم، في مناهضة الاستبداد داخل المغرب وغيرها، يدعو إلى مجتمع حر، مجتمع المساواة، مجتمع حقوق الإنسان، مجتمع الذي يجب أن يكون فيه قضاء حر ومستقل ونزيه يحمي الحقوق. ولذلك كان وما زال وسيبقى شاغل للقلوب بفكره وبثباته وبصلحياته، ونحن على هذه سنسير. السلام. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.